استثماراتها جاء نفي من قبل ساويرس أنه لا نحن موجودين هناك فقط تغير بالملكيات. يعني هل أنت تتفق أنه الأمر لا يتعدى بعض الإجراءات ربما القانونية في وتغيرات في الملكية؟ هي تغيرات في الملكية حقيقية لكن هو عقاب لمصر. يعني أنا من وجهة نظري شايف أنه هو بيعاقب مصر على موضوع الضرائب اللي حصل، فبنقل الشركه الرئيسيه بره، فهيكون الضرايب للشركات المحليه فقط مش اكتر من كده، مش الدخل الكبير للشركه بره. فاعتقد ان هم حتى لو متواجدين، لا هو انسحاب تكتيكي، ممكن يكون مش انسحاب كامل لكن هو انسحاب تكتيكي واضح، مش في مسميات مش محتاجه ان هي تتقال بطريقه تانية. نعم، ده بالنسبه لوضع يعني هل الضرائب هي الكلمه السحريه وراء هذا الانسحاب برايك ام في اشكاليات اخرى؟ اعتقد هي دي كانت بدايه عندهم بيتكلموا فيها. هم ممكن يكونوا شايفين ان السوق المصري فيه شويه مشاكل عايزين يتعاملوا معاه بطريقه ثانيه، عايزين يدخلوا مستثمر او شريك اجنبي عشان يكون هو اللي ليهم كلام. اعتقد دي حاجات تكتيكيه للشركه او تغيرات تكتيكيه في الملكيه والادارات الواضحه والمستثمر اللي هيتكلم مع مصر كمثلا فيمبلكوم وأوراسكوم تيليكوم، هو ده اللي هيتكلم، هيكون هو المتحدث باسم الشركه بالنسبه او سي اي ان في بتاعت هولندا، هي اللي هتبقى متحدث، هيتعامل مع مصر اعتقد بشكل شريك اجنبي. مصر تاخد ضرائب في الحاجات اللي موجوده داخلها فقط، لكن خارج مصر ما فيش ضرائب اعتقد هيكون موجوده. نعم، طيب التاثير كيف سنقراه على وضع البورصه؟ دعيني اتحدث معك في ما يحدث الان في السوق المصري. الاخبار سلبيه كتير، اعتقد ده خبر سلبي، في خوف من المظاهرات، لكن السوق المصري يظهر تماسك عجيب. يعني جلسه امبارح اظهرت تماسك عجيب في اسهم كثيره، واعتقد ان الايام القليله القادمه السوق سيشهد صعود. عندنا مستوى 5900 مستوى رئيسي مهم لابد من كسره قبل اي تحدث عن اي صعود. لكن ملخص ما اراه في السوق المصري تماسك عجيب بالرغم من كل الاخبار السلبيه. ده بيحصل في اوقات لما يكون السوق ديسكاونتد او الاسعار نازله نتيجه التوقع والاخبار السلبيه، فهي نزلت اوريدي. فاللي بيحصل دلوقتي ان هو اعاده تقييم جديده للي بيحصل بالرغم من كل يعني خوف من مظاهرات غدا واسف يوم الجمعه ويوم السبت عشان الحكم اللي موجود في المذبحه بتاعت ماتش الاهلي في بورسعيد. بالرغم من ده كله السوق شايفين فيه تماسك عجيب، يعني اكيد في اخبار ايجابيه هتظهر اقوى من الاخبار السلبيه دي، ودي ده اللي متوقعها المستثمرين، وبكده بيكونوا في اوضاع شرائيه او اوضاع ضعف بيع في المراحل دي، فمتوقعين اخبار ايجابيه تكون هي ايه، لسه مش عارفين هي تكون ممكن ايه. يعني كما ذكرت ابراهيم فعلا هي جمله من الاشكاليات المتتاليه حتى بالنسبه للقرارات الحكوميه التي لم تكن واضحه ولم تكن حتى قويه بما فيه الكفايه لتصمد، يعني تعطى يعني تصدر يصدر القرار ومن ثم يلغى يعني احيانا في نفس اليوم. برأيك هل نتوقع جرعة من القرارات ستكون ثابتة لمدى طويل أم هل من السهل استرجاع الثقة التي غابت يعني حتى عن الناس العاديين؟ احنا عندنا البورصة كمراية بتكون حاجة واضحة للمستقبل مش للحالي. الحالي هو اوريدي بنبقى الأخبار شبه معروفة أو في توقعات ليها في الفترة القادمة، فالأسعار الحالية هي أسعار الأخبار متوقعة قدام. الشكل العام بتاع الوقوف النزول وبداية جرعة في الصعود ده بيقول ان في حاجة بتتحضر هتكون كويسة بعد كل الاشياء السيئة اللي شفناها، قرارات حكومة بيتراجع فيها، الدنيا كلها كان في مشاكل كتير. اعتقد الشكل بتاع البورصة مراية البورصة بتقول ان هيكون في حاجة كويسة في خلال الشهر القادم لو ليس على الاكثر. هيكون ايه الخبر ده او الدنيا دي؟ الناس شايفاه في الاستثمارات، الاسعار ما بتخرجش كتير، في وضع طبيعي ان احنا منتظرين مظاهرات ومنتظرين مشاكل الجمعة وسبت ولسه عندنا يوم اجازة كمان بكرة، المفروض السوق ما يكونش بيعمل كده، المفروض السوق يكون نازل جدا 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 امبارح والنهاردة، لكن مش ده اللي بيحصل. فده توقعات ان ممكن يكون في حاجة احسن هي اللي هتقود الصعود الفترة القادمة. طيب صندوق النقد واتفاقية معه هل لها اي يعني اي اثر ام برايك تم استيعاب ربما كل الاحتمالات المتعلقة بهذا الوضع بهذا الموضوع عفوا؟ اعتقد هو ده ممكن يكون احد الاخبار الايجابيه، بس هو مش هيكون خبر ايجابي واحد على السوق لان الشكل اللي احنا شايفينه والشكل الفني للسوق بيقول ان في حاجه اكبر من كده، هتكون ايه لسه مش واضح. لكن طبعا صندوق النقد الدولي هيفرق كتير لدخول استثمارات جديده لدنيا جديده ثانيه تماما. اعتقد طال الانتظار، اعتقد ممكن يكون الخبر ده احد الاخبار القويه اللي ممكن تظهر في خلال شهر فبراير ان شاء الله.
نعم، وبشكل عام هل برأيك الوضع وضع الشركات القيادية هي ستكون ذاتها، يعني خصوصا انه شركات كان لها تعثرات او حتى اشكاليات سابقة، هل هي التي ستكون محل القيادة في السوق؟ ده حال الدنيا وحال الاسواق عامه، بيكون في قيادات بتتغير، ممكن القيادات دي بتتغير نتيجه اهمال الناس للسهم او بعض الاخبار الايجابيه او خروج الاسهم من السوق. يعني في اسهم كتير بتخرج من السوق المصري، اعتقد هيكون لها دخول جديد. اعتقد سهم المصريه اتصالات مثلا هيكون له دخول جديد وشكل جديد بعد الشبكه اللي هيعملها. اعتقد القيادات هتتغير، وده طبيعي بعد كل فتره اقتصاديه او فتره سياسيه بيبقى في قيادات جديده، سواء قيادات من اسهم الشركات او سواء قيادات للبلد نفسها ورجال الاعمال، بيبقى في تغيير جلد كامل زي ما حصل عندنا تقريبا في الفتره من 2003 ل 2005 بعد تعويم سعر الدولار. اللي حصل ظهر رجال اعمال جدد وحفله جديده ودنيا جديده تماما غير اللي كان بيحصل قبل كده. فاعتقد الفتره اللي احنا فيها هتفرز هذا الشكل من رجال الاعمال الجدد والقيادات الجديده للسوق، سواء قيادات افراد او قيادات شركات. نعم، اشكرك ابراهيم.